دابا واش هي كنقايد على هنايا اول مره غنشارك في هذا المهرجان ديال الافلام واول مره غنغني في هذه المدينه اللي عجبتني بزاف فرانشمون بوبليك كان واعر واعر بزاف و جيتي تخوا على السلاسين وتجاوبوا معايا ونشطنا وفريمون حسيت براسي بحال هكا مع عائلتي سيتي مانيفيك اي ا غوفير ان شاء الله ما تكونش هذه ماشي تكونش هذه اخر مره اللي غادي نجي في الافران لا فيريتي بجوج هما عزيزين عليا لا سي لي دو مي باسيون مي نقول الغناء اكثر حيت انت صعيب فنان سعد المجرد من قديمه كاين واحد المسلسل ان شاء الله ما عرفتش فوقاش غيديفيوزا ولكن يلاه سالنا التورناج ديالو غيدوز ام بي سي 5 وسميتو رحمه وكاين ان شاء الله ان فيتورينغ غيخرج في سبتمبر مع ان ارتيست انترناسيونال كنبغيكم بزاف و فريمون كنبغيكم من القلب وهادشي انا ديما كنقول كندير هادشي ليا وليكم بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور يعزين ايمينين عزين لون انتيني ازوج غيفون داخل الوطن خارج الوطن ارنتشار المسؤولين ناكل الفنين المهرجان ننضمي مهرجان انثورثيت يضيع جباخ بزاف نوفى التجاوب الجمهور الكريم لاني مازيغ لا نوعرب لاني الحمد لله كلشي يوكي تفهموا لنا كلشي الحمد لله كويوكي هي لازمنس ندت تفرح نكيند عبد الرحمن الشينوي نكزيت مدينه زرو عبد الرحمن شينوي زيت مدينه افران يوك الجروبين يا الحمد لله نفرح ايضا نشارك المهرجان افران اول مره كنت تشارك المهرجان افران لا تشارك المسؤولين تشارك الجمهور الكريم تشارك الصحافه كل انسان خص المجهود هذا تقان المتابعه هذا تقاني الفنانين لو تنغازوا الغيفون تبارك الله عليكم السلام عليكم كنشكركم وكنشكر الصحافه وكنشكر الناس اللي ساهرين على هذا على هذا المهرجان وكنشكر الجمهور الصراحه اللي حج بكثافه المهرجان إفران وكنشكروا الحضور والحمد لله الجمهور تفاعل معنا وكان داكشي الصراحه شي حاجه يا سلام الجمهور كان هائل وتنظيم في المستوى صراحه وكنشكروا السلطات اللي قامت بتنظيم هذا الحفل هذا وكنشكروا الجميع الصراحه وكنشكركم انتم كصحافه